ملخص كتاب 10% أكثر سعادة لكاتبه دان هاريس. هذا الكتاب لكل من يجاهد ضغوط الحياة ويحاول التحرر من التوتر، ولمن يشعر بالرضا عن حياته لكنه يرغب في المزيد من السعادة، ولكل من يشكك في جدوى التأمل أو من يريد معرفة المزيد عن ماهيته. كيف تروض الأنا وتقود زمام أمور حياتك؟ يسبر كتاب 10% أكثر سعادة أغوار فن التأمل، ويأخذك في رحلة خاصة للتعرف عن كثب على ذلك المفهوم الذي قد يغير حياتك. إن للتأمل فوائد عديدة، فقد أثبت العلم الحديث التأثير الإيجابي له على البدن والعقل. الأنا تمثل الراوي الداخلي. كل ما نعرفه عن الأنا مقتصر على ما درسناه في علم النفس، فكل تصورنا عنها أنها أداة تخدم سلوك صاحبها دون أن يأبه لما يعانيه الآخرون، وهي أيضاً تعبر عن التمحور حول الذات، وذلك لا يختلف عن منظور فرويد الذي رأى الأنا كآلية نفسية دفاعية تشغل مكاناً وسطاً بين الأخلاقيات العليا والرغبات المتدنية. ولكن بعيداً عن التعقيد العلمي والفلسفي للمسألة، يمكننا النظر للأنا على أنها الصوت داخل عقولنا، فهي ذلك الصوت داخل عقلك الذي يخبرك بالأشياء والاستنتاجات، مثل أنا مرهق اليوم ولن أتمكن من الذهاب إلى صالة الألعاب رغم تأكدك من قدرتك على الذهاب، وهي أيضاً من يعلق على أفعالك وسلوكك بدءاً من الاستيقاظ صباحاً إلى النوم مساءً، وهي من يدفعك للنظر في هاتفك الجوال آلاف المرات في اليوم الواحد. الأنا لا تشبع ولا يرضيها شيء، وستستمر في نهمها دون توقف. الأنا ستطلب المزيد مهما لبيت لها من رغبات، فمهما بلغت ثروتك أو ممتلكاتك ستجد نفسك تتطلع لسيارة رياضية جديدة حتى دون وجود احتياج حقيقي لديك لامتلاكها. الأنا مهووسة بالمستقبل وبالماضي، وبالتالي تهمل الحاضر مما يمنعك من الاستمتاع بالحياة، فهي تود الاحتفاظ بجراح الماضي، مثل دفعك إلى الشكوى المستمرة من العمل لزوجتك كل يوم على الغداء، وذكرك لمشكلة الطلاق التي وقعت منذ 7 أعوام مضت رغم زواجك الحالي السعيد، كما أنها هي التي تجعلك تقارن نفسك بالآخرين دائما. بعد كل ذلك، هل تعتقد أنك بعدما تحقق ما تريده منك الأنا، هل تظن أنك ستصبح سعيدا؟ لو كانت إجابتك بنعم، ففكر في حقيقة انتحار الأثرياء والمشاهير ووقوعهم في براثين الإدمان وتدميرهم لحياتهم بأيديهم. هؤلاء كان لديهم كل ما تحلم به، ولكن رضوخهم لطلبات الأنا لم يجعلهم أكثر سعادة كما تعتقد. فمهما كان الفرد غنياً أو جميلاً أو ذكياً، هناك دائماً من هو أغنى وأجمل وأذكى منه. تذكر، إن أجود الوجبات التي أعدها أفضل الطهاة لن تشبع أحداً بصورة دائمة أبداً، فسيجوع مرة أخرى ويشتهي وجبة أخرى ألد. تحكم في الأنا بالتأمل الواعي والرأفة بالآخرين. يعلمنا التأمل الواعي الاستجابة السليمة لأي حدث أو شعور داخلي دون ردود أفعال آلية بلا تفكير، فهو يزيد قدراتنا على عدم الانغماس بشكل كامل في لحظات الحاضر. كما أنه يغير من تكويننا البيولوجي، فقد أجرت جامعة هارفارد دراسة على التأمل الواعي بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي لمدة 8 أسابيع. أظهرت هذه الدراسة زيادة سمك المادة الرمادية في أجزاء المخ المعنية بالوعي الذاتي والرحمة، وبينت أيضاً تقلص أجزاء المخ المتعلقة بالضغط العصبي. يساعد التأمل أيضاً على زيادة التراحم، وممارسة ذلك السلوك الرحيم تجاه نفسك وتجاه الآخرين ليست بشيء مهين، فإظهار الرحمة بنفسك سيحسن من اتخاذ القرارات، لأنك أعطيت لنفسك الإذن بمسامحتها وتقبل أخطائها وإظهار الرحمة بالآخرين.
في دراسة أخرى طلب من المشاركين بها تسجيل كل المحادثات والنقاشات التي تدور بينهم وبين الآخرين لعدة أيام. تلك التسجيلات بيّنت أن ممارسي نشاط التأمل كانوا أكثر تعاطفاً واستخدموا كلمة أنا أقل من أقرانهم، وقضوا وقتاً أطول مع أشخاص آخرين وضحكوا أكثر. ليس من الضروري أن تكون ليناً أكثر من اللازم كي تروض الأنا. يقول البروفيسور جون كابات-زين أن ممارسة التأمل الواعي تزيد من الإبداع والإنتاجية، لأنها تصفي الذهن من أفكار الفرضيات الشخصية والروتين اليومي، وتفرغ العقل للمفاهيم المفيدة والجديدة. مارس المؤلف التأمل لمدة 10 أيام متتالية في عزلة كاملة، وملأ مذكراته بالأفكار التي غزت عقله أثناء تلك العزلة، فاكتشف أن شعوره بالسلام الداخلي جعله أقل حاجة للانغماس في ضغوط الحياة الكبيرة، وأقل شعور بالحاجة للتنافس مقارنة بحالته المزاجية العادية المزدحمة بالأفكار الفوضوية. ولكن عليك الانتباه، إن التحكم في الأنا لا يعني غض الطرف عن الاحتياجات الأساسية أو فقدان التأثير ونقص الإنتاجية. أحد معلمي التأمل نصح طلابه بأن يتعاملوا مع الأحداث بسهولة وبساطة، وفي يوم ما شهد المعلم في السوق وهو يفاوض بجدية بشأن بيع كيس فول سوداني. تحدث معه أحد تلاميذه وأخبره بتناقض فعله مع تعاليمه، فرد عليه المعلم قائلا: كونك سهلا لا يعني كونك مغفلا. التأمل هو الطريق الأسهل لتحسين حياتك. عند ممارسة التأمل اجلس بشكل مريح وركز على تنفسك، ستجد عقلك شرد بعيدا لا محالة. لا تجزع، أعد التركيز على التنفس دون إدلاء أي حكم، فهدف التأمل الرئيسي هو مشاهدة محتوى عقلك دون إبداء أي رأي. بصورة عامة، لكل مثير أو حدث 3 ردود أفعال. الأول: أنا أريد ذلك الشيء. هذا هو شعورك العميق الذي يسكن أعماقك، مثل رغبتك في امتلاك بيت أحلامك. الثاني: أنا لا أريد ذلك الشيء. تخيل قوة ضربك لناموسة مزعجة، هذا ما نعنيه برد الفعل لي أنا لا أريد ذلك الشيء. الثالث: أنا سأتجاهل ذلك الشيء. هل تتذكر سماعك كل كلمة نطقت بها المضيفة الجوية من أجل سلامتك؟ بالطبع لا تتذكر شيئاً. التأمل الواعي يعطينا خياراً رابعاً، ألا وهو مشاهدة أفكارنا دون إدلاء أحكام عليها، كمراقبتك المحايدة لشعورك بحكة أنفك بلا ردة فعل أو أدنى حركة. بعدما تتقن التدريب السابق، ستتمكن من ممارسة التأمل الواعي مع الأفكار والمشاعر الأكثر تعقيداً. مكث الكاتب شهراً يتدرب على تأمل الرحمة، ولاحظ تغيرات جذرية في حياته، كتحسن تعامله مع الآخرين ومع نفسه أيضاً، فقد استطاع أن يتجنب القيل والقال، وتوقف عن مشاركة زملائه ذكر الآخرين بالسوء، وأصبح أكثر شفقة ولم تعد تضايقه الأمور التافهة أو أوجه النقائص الصغيرة. التأمل يفيد جسم الإنسان ويحد من آثار ضغوط الحياة وقد يجنبك الأمراض. تشير العديد من الدراسات إلى دور التأمل في انخفاض معدلات التسمم الكيميائي الناتج عن التوتر والقلق، مما يحمي من ارتفاع ضغط الدم ويخفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب. كما بيّنت دراسات أخرى قوة تأثير التأمل في علاج الاكتئاب والإدمان والتدخين. عندما تجد نفسك محاصراً بالسيارات من كل جانب، فغالباً ما تغضب وتتساءل: لماذا يحدث ذلك لي؟ ولكن بالتأمل الواعي تستطيع تدريب نفسك على مراقبة تلك الأفكار دون ترك مساحة لها لتتحكم بك، وستتعلم كيف تتحكم في ردة فعلك بشكل واعٍ.
تقبل حقيقة وجود مشاعر سلبية واعزل نفسك عنها واحذر الذوبان فيها. عانى الكاتب من ذكريات الحروب الأليمة وحاول التغلب على معاناته تلك بتعاطي المخدرات بدلا من تقبل حقيقة وجود مشاعر الألم والأسى. رفضه للتعامل مع مشاعره السلبية بطريقة صحيحة أدى إلى معاناته من نوبات هلع. لا يجب عليك إنكار وجود مشاعر سلبية، ولكن راقب أفكارها السلبية دون الحكم على نفسك بسبب تلك الأفكار. تخيل أن تلك المشاعر السلبية كالموجة الضخمة التي يجب عليك خوضها كي لا تغرق. بالنظر للأمر بتلك الطريقة ستفقد تلك الموجة قوتها. هناك 4 خطوات للتعامل مع الأفكار السلبية. تعرف على المشاعر ثم أذن لها بالتواجد، ثم تحقق من آثارها، وأخيراً اعزل نفسك عنها واحذر من الذوبان فيها. كان الكاتب ينتظر ترقية مرتقبة، وللتغلب على قلقه الزائد قام أولاً بالتعرف على مشاعر القلق وتقبلها، ثم أقنع نفسه ببشرية هذا القلق وتحقق من آثاره على جسده، وأخيراً عزل ذاته عن تلك المشاعر والأفكار وطمأن نفسه بأنها لحظات قلق وستمر، وهو أقوى منها. فاستطاع بتلك الطريقة هزيمة الأنا وعزل نفسه عن مشاعره، مما حوله لشخص لا يتسم بالقلق بعدما كان قلقاً بشكل دائم. ملاحظات ختامية: التأمل سلاح يهزم الشعور المزعج بالضغط العصبي ويعلمك التراحم. كي تبدأ، تخيل نفسك بشكل واضح داخل عقلك وكرر الجمل التالية: أرجو لنفسي السعادة، أرجو لنفسي الصحة، أرجو لنفسي الأمان، أرجو لنفسي حياة سهلة.